عمول ايه في ايه؟ جيت في وقتك. ايه؟ في مصيبه حصلت. ايه اللي حصل؟ طب بالراحه. طيب مالها؟ في ايه؟ مالك؟ في ايه ده؟ في ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بترميني ايه؟ حته كيس مرمي في إيه؟ مالك؟ في ايه يا ماما؟ يا عمر عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. طب ما تقولي يا حبيبتي ان انت عايزه تكلميني من غير ما حد يعرف. قولي لي يا حبيبتي من غير ما تشديني كده زي العيال التايهه. لا ما انا مش عايزه حد يعرف اصلا ان انت جيت. اه مالك يا قش؟ في حاجه؟ ها؟ في انت عامله عامله صح؟ فلنفرض انت عامله. فلنفرض انا بتخبيني انا هنا ليه؟ في ايه؟ اخس عليك يا عمر، انا برضه عمري عملت عمايل؟ ليه ظالمني؟ ليه كلكم كده ظالميني؟ بصراحه انا مش عامله اي حاجه، انا ناويه ان شاء الله باذن الله اعمل عامله وعايزاك تساعدني فيها. ان شاء الله وبتقدمي المشيئه كمان، برافو عليك. ناويه تعملي ايه؟ قولي 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 قولي، انت شكلك هتجلطيني. قولي. ناويه ادخل الرالي بعربيتك. سوري مين؟ فين؟ لا ما انت مش هتقول لبابا حاجه طبعا. لا سيبك من بابا، سيبك من بابا. نرجع لعربيتي. اشمعنى عربيتي؟ ما هم رخمين جدا وحاطين شرط ان انا لازم يبقى معايا عربيه 4x4، وانا ما اعرفش اي حد في الدنيا معاه عربيه 4x4 غيرك، فانت لازم تساعدني عشان خاطري يا عمور. عشان خاطري يا عمور، عشان خاطري ساعدني. والله ما هطلب منك طلب والله. حطي ليميت للجنون بتاعك بقى، ارحمينا. وايه يعني يا عمور؟ ما الحياه كلها مجازفات. الله، كلها مجازفه. انا ماليش دعوه بفلسفتك الزفت دي، انا ماليش دعوه. بصي ابعدي عني يا قش، ابعدي عني. على فكره بقى يا عمور انت مش جدع. انا مش جدع وده اخر كلام عندي. بصي لو ابراهيم سالني وعرف ان انت طلبتي الطلب ده مني انا هقول له. وكمان فتان؟ انا فتان وهفتن. انا هقول له مش جدع وفتان وهفتن واطلعي بره اوضتي. طب والله يا عمور ما هطلب منك حاجه تانية. عنك بقى طلبتي، اطلعي بره بقى. يلا اطلع بره. فين دي اوضتي اللي انت قاعد فيها دي؟ انا ما بحبش البينك اصلا. فيه ده انت رخم قوي.